تدخلي يا امير. فاطمه قالت لي اطلع لحضرتك الشاي، بس واضح انها اتلخبطت او حاجه. لا لا، هو انا فعلا طلبت شاي، بس اما اتاخرت عليا انا كنت لازم اروح لمراد عشان هو مستنيني على العشاء. اه يا فندم، انا عارف، ما اللي محضر لكم طلب استراحه. طيب انا هودي الشاي على هناك. لا هو انا مش عايزه شاي. هو علي رجع؟ لسه ما رجعش، وانا قلقان علي قوي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ طيب حضرتك روحي العشاء لمربي، وانا ان شاء الله نص ساعه ورديتي هتخلص. لو علي ما ظهرش هتصرف ان شاء الله. امين طمني عليه، اما يوصل تعالي لي وقولي اي حاجه وانا هفهم. اصل هو ردود افعاله مجنونه قوي، وبعدين هو رايح بيت واحد اتقتل. ان شاء الله خير يا فندم، على اذنك. كل يوم اقول اكيد هي مش ممكن تحلو عن اليوم اللي قبله، وكل يوم بتكسفيني وبتحلوي اكتر. كل يوم بقول ان انت هتزهق وتبطل تقولي الكلام الحلو ده. ازهق؟ اكيد لا، عشان لو انا قعدت قدامك بس من غير ما تتكلمي ولا كلمه عمري ما هزهق. من وانا صغيره وانا بحب البنفسج، وامال كانت تقعد تتريق عليا وتقولي ده ورد الميتين. يمكن، بس كفايه ان انت بتحبيه عشان تتحول لاكتر ورده مفاجاه بالنسبه لي. عارف انا فكرت في ايه؟ من ساعة ما رجعت من السفر وانت بتسألني عن كل حاجة حصلت لي وانا هناك، وانا بحكي لك، فأصبحت انت عارف كل حاجة كأنك كنت عايش معايا بالظبط. بس انا معرفش عنك انت اي حاجة. الفترة اللي فاتت دي عملت فيها ايه؟ حصل لك ايه؟ وما باجي اسألك بترد عليا بكلام حلو، بس أنا عايز أعرف هو إيه اللي حصل وأنا مش موجود. تاني مرة بتسأليني نفس السؤال بس بشكل مختلف، مش كده؟ أنا بس مش قادرة أصدق إن مفيش أي بنت دخلت حياتك وأنا مسافرة. أنا ما قلتش كده، أنا قلت لك ما حبيتش حد غيرك، بس أكيد يعني كان في شوية نزوات طياري كده. ده اتكسفت. تفتكر مين اللي قتل ماهر؟ أصلي هو في حاجة غريبة شوية، ولا أنا اللي بقيت حساس زيادة عن اللزوم؟ غريبة زي إيه؟ زي إنك مهتمية بالخدم أكتر ما أنت مهتمية إن إحنا نتكلم مع بعض، وكل ما بقرب منك بتلاقي مليون حجة علشان تبعدي. حتى كلمة بحبك انت تقريبا ما قلتهاليش ولا مرة من ساعة ما رجعت من السفر، ولما انا بقولها لك يا اما بتبتسمي او بتغيري الموضوع. من ساعة ما رجعت؟ للدرجة دي انت شايل جواك؟ بقينا قاعدين لبعض ماسكين ورقة وقلم بنحسب مين قال ايه لمين امتى؟ ثم انا قلتها لك 100 مرة، انا ما بعتبرش الناس اللي بتشتغل في الاوتيل عندنا شغالين. لو اي حاجة حصلت لحد فيهم اكنها حصلت في حد من عيلتي. طول عمري كده، ما اتغيرتش. انا اللي اتغيرت؟ معرفش، اتغيرت يمكن، ما اتغيرتش. ما عشان كده بحاول اسالك اكتر عشان اعرفك اكتر. طب وليه انا بقيت حاسس انك بتحققي معايا مش بتساليني؟ والله لو انت مش عامل اي حاجه غلط انا مش شايفه ان التحقيق ده المفروض يضايقك. انا اللي مضايقني اني حاسس انك مش واثقه فيا وانك مش مبسوطه ان احنا قربنا نتجوز. نازل انت حبيتي حد تاني؟ أنا مش قادرة أصدق إنك سألت السؤال ده. أنا اللي مش مصدق إني ما سألتكيش السؤال ده قبل كده. جايز طول الفترة اللي أنت كنت فيها في لندن تكوني اتشدتي لحد وحبيتيه. وهو أنا لو كنت حبيت حد تاني كنت أوافق إن أنا أتجوز؟ أنا آسف. أنا كمان أعصابي مشدودة أوي اليومين دول.
النهارده كان يوم صعب. وانا تحت امرك يا ستي، لو عايزه تسالي اي حاجه اعتبريني كتاب مفتوح. عشان بجد يا مظلم نفسي تفهميني اكتر ما انا فاهم نفسي. غريبة أوي إنك لسه صاحي لحد دلوقتي. ما أعرفش أنام لو عندي شغل. يوم كان صعب أوي النهاردة. دايما في أيام صعبة. ونحاول نعديها عشان نعرف نكمل حياتنا ونكمل شغلنا من غير ما حاجة تتأثر. على فكرة أنا ما أقصدش الشغل. أنا أقصد البني آدمين. يعني أنا مثلا كنتش أعرف ماهر، بس بيني وبينك قلبي وجعني عليه أوي أوي. ابتديت أفكر إني لو كنت معاكوا في الشغل من زمان كنت بشوفه يوميا زيكوا وبيقول لي صباح الخير وأرد عليه أحيانا وأحيانا لأ. في اللحظة دي بتفكري في الفرص الضايعة. فرص الضايعة؟ كلمة حلوة ما تقلتش. صباح خير اترد عليها من غير نفس. الكلام العادي، الحاجات اللي بنعملها كل يوم دي واللي ما بنحسش بقيمتها إلا لما يتخطف حد من وسطنا. نبتدي نقول لنفسنا إحنا ليه قلنا كذا وما قلناش كذا؟ إحنا ليه عملنا كده وما عملناش كده؟ فرص الضايعة. تهيألي أنت عمرك ما ضايقت حد أو زعلت حد. إشمعنى؟ في رأيي الناس نوعين. نوع بيهتم قوي بالصح والغلط ويحاول دايماً يعملهم في حياته حتى لو اختياراته دي هتضايق أقرب الناس ليه، بس لازم يعمل الصح وما يعملش الغلط. ونوع تاني بيدور على الحلول الوسط ويعملها ويحاول يتجنب قد ما يقدر انه يضايق حد او يزعل حد. وانا من النوع التاني. مش قصدي حاجه وحشه على فكره. مش حاجه وحشه خالص، بالعكس. بس في الاخر ماهر مات. الناس لو جابت سيرته مش هيقولوا كان موظف وفق وشاطر ولا لا، هيقولوا كان بني آدم كويس ولا مش كويس. والحكاية دي استوقفتني قوي، قلت مفكر أنا لو مشيت زي ماهر نفس الناس ما تفتكرني يفتكروني كنت إنسان عامل إزاي، مش رئيس خدم شاطر ولا لا. يلا انا طولت عليكي، صباح الخير. عندي فكره هايله. فكره ايه؟ الخميس الجاي نازل القاهره علشان اخلص ورق مهم، وفي الغالب هبات ليله. ايه رايك لو جيتي معايا؟ ايه الموضوع محتاج كل التفكير ده؟ لا لا مش قصدي، انا بس مش عارفه لو انا عندي حاجه يوم الخميس والجمعه ويمكن ماما ما توافقش. لا ماما سيبيها عليا. وبعدين انت من ساعه ما رجعت ما خرجتيش بره الاوتيل واكيد زهقانه. انا زهقت قوي. طيب هسيبك تنامي، بكره هخلص موضوع السفر. تصبح على خير. انت من اهل.
تنام. لا يا ريس انا صاحي ومش عايز انام. يعني ايه مش عاوز تنام؟ ما انت بتنام وانت واقف زي الخيل. مش فاهم يا ريس الصراحه، يعني الست دي جايبه الصحه دي كلها منين؟ الساعه 12. الواحده الواحده امين. يلا اطلع انت نام. تصبح على خير. تمام يا ريس. امين. انتوا لسه صاحيين؟ فاكرة انا لسه سهرانة. علي ظهر على فكرة، كنت هطلع بقى لحضرتك بس هو قال ان هو طلع لك. شفته بس ما كلمناش. طب هو فين وعمل ايه؟ لا حضرتك انا لسه ما اعرفش، بس هنزل اعرف حالي. عن اذن حضرتك نازلي نازلي تعالي. سهرانة حضرتك النهاردة. وانتي كمان سهرانة، بس أنا سهرانة لوحدي وانتي سهرانة مع الحبوب. هو ليه بيعزمك على العشاء في الأوتيل بتاعك؟ اوعى يا نازلي يكون بخيل. أوحش صفة في الراجل إنه يكون بخيل. زهيري الله يرحمه كان فيه كل العبر إلا الصفة الوحشة دي، كان كل اللي في جيبه ليا أنا. حضرتك تشربي حاجة يا فندم؟ ميرسي. هو كمان كان بيحبها قوي. هو مين؟ افتكرته. مش قلتلك إن أنا شفته قبل كده؟ طب هو وعرفنا هو مين؟ هي بقى كانت مين؟ هي جايلان أبو ضيف. كانت أجمل بنت وقتها. مامتها طليانية وباباها عنده مصانع صابون كبيرة قوي. كنا ساعتها في اسكندرية. كنت أنا وزهيري لسه متجوزين، وهي كانت هتتخطب لابن شريك باباها في المصنع، بس هو زهر. حبوا بعض قوي زي الافلام. صدق واهلها وافقوا؟ لا طبعا اهلها ما وافقوش ولا اصحابها. مامتها اعتبرت الموضوع سحابه صيف، مغامره صيف وهتعدي. هو وقتها كان بيشتغل في مطعم يوناني، كان بعد ما يخلص شغله يرجع ويستناها جنب الكابينة وياخدها ويقضوا الليل كله مع بعض لغاية ما خلص الصيف. والمغامرة خلصت؟ لا طبعا ابتدت. وبعدين؟ بعد الصيف ما خلص كان مفروض ان هما يرجعوا القاهرة. دوروا عليها ما لقوهاش. هما الاتنين اختفوا. اهلها عرفوا ان هما اتجوزوا، قطعوهم طبعا. وبعدين خلاص خلصت الحدوته، احنا هنفضل طول الليل نحكي الحكايه دي زي الافلام فعلا. بس هي صاحبه حضرتك كانت شجاعه قوي ان هي عرفت تقف قدام كل الناس عشان الراجل اللي هي بتحبه، يعني رغم الفروق اللي ما بينهم. في ناس اعتبروها شجاعه وناس تانيين اعتبروها مجنونه. طب وحضرتك بقى شفتيها ايه؟ اعتبرتها بتحب. بعد كده صديقة نطلع انت وهو حيكمل. والله يا اخي مش قادر اقف على رجلي اصلا. هو صحيح انا قابلت نزلي هنم وسألتني عليك وقالت لي انت انا عملت ايه؟ هو انت عملت ايه بقى؟ بكره اتكلم. انت قابلتها وما كلمتهاش؟ تعبان يا امين وعايز انام، خلينا نتكلم بكره. انا كمان تعبان وعاوز انام. تصبح على خير. انتظر الاهل.
انا هسيبك ترجع الجراند اوتيل ومش هقول لاي حد حاجه من اللي انت حكيتها لي. بشرط يا علي تبقى عيني ورجلي في الجراند اوتيل عشان اساعدك تعرف اختك فين ومين اللي قتل ماهر، وده سر ما ينفعش حد يعرفه. يا حسين. أمال انت كويسة؟ مالك اتخضيت كده ليه؟ انا كويسة. انا قلت انت تعبانة ولا حاجة، اصلك بتتكلمي معايا بالعافية يعني. ده بدل ما تقولي نورتي اوضتك. نورتي اوضتك ونورتي الدنيا كلها ونورتي الاوتيل. انا سعيد جدا. انا مش عارف اقولك ايه. بص يا حسين، أنا صحيح لسه واخدة على خاطري منك، بس أنت عارف إن قلبي طيب، ويعني يمكن مع الوقت أحاول أصفى لك وأنسى اللي حصل. والله يا حبيبتي أنت أطيب قلب في الدنيا. أنا حتى كنت لسه بقول لماما إنك لو عصبية شوية عشان خاطر الحمل، بس بجد أنت قلبك حنين. أنا مالي ومال مامتك دلوقتي؟ وترجع تقولي بتتعصبي لي؟ خلاص خلاص خلاص، إحنا مصدقنا إنك كديتي. أفهم من كده إنك ناوية ترجعي أوضتك؟ يعني. ده أجمل خبر سمعته في حياتي. أنا كده مش عايز أي حاجة من الدنيا. بس أنا بقى عايزة اللي تأمري بيه يجيلك النهاردة قبل بكرة. عايزك تحاول تقرب من ماما وتكسبها. أنا عارفة إن أنت واخد على خاطرك منها من ساعة ما مسكت مراد إدارة الأوتيل، بس هو قدر يقنعها إن هو يمسك الإدارة بحجة إنه كان شغال مع بابا الله يرحمه. أيوة حبيبتي جيتي للحق، انا ما فهمش في اداره الاوتيل حاجه جنب مراد. خلاص يا حسين، خليك قاعد من غير شغله ولا مشغله، وخلي مراد هو اللي يمسك اداره الاوتيل وفلوسنا وكل حاجه. هو مش المفروض ان جوزي حبيبي هو اللي يبقى ماسك ممتلكاتي؟ يعرف كل حاجه عنها، يعرف انا ليا ايه وكام، صح ولا لا يا حسين؟ صح، عندك حق. أنا مش فاهم نازلة اتأخرت في النوم كل ده ليه؟ تلاقيكوا بس اتأخرت امبارح في العشاء عشان كده. طب اثبت هاني، ما أنا كنت عايز آخد رأي حضرتك في حاجة كده قبل ما أقوم أشوف اللي ورايا. حضرتك عارفة إن أنا نازل القاهرة يوم الخميس. فكنت بفكر يعني لو ينفع حضرتك نازلة تبقى معايا عشان نغير جو شوية. ده ايه اللي جابه ده؟ صباح الخير يا حضرتك. صاغ صباح النور. صباح الخير يا اسمة هانم. جاي تحقق مع حد تاني ولا ايه؟ ولا قررتوا تنقلوا مقر إدارة البوليس عندنا هنا في الأوتيل؟ اسمة هانم، أنا عارف إن أنا بزعجك. لا مش إزعاج ولا حاجة يا حضرتك صاغ، بس حضرتك فاهم يعني إن فاهم سمعة الأوتيل والشوشرة وكل الكلام ده وصلنا، بس الحقيقة أنا جاي المرادي بشكل ودي، عزم نفسي على فنجان قهوة مع فخر هانم. هي عزمتني أكتر من مرة، ولا كمان وجودي بشكل ودي غير مرغوب فيه؟ لا طبعا يا حضرتك صاغ، حضرتك اتفضل عند فخر هانم وأنا هخليهم يجيبوا لك القهوة. على إذنكم. اتفضل. فندم تسمحي لي أتطفل عليكي وأشرب معاكي فنجان قهوة؟ أوي أوي، على الأقل تسليني، أنا كل الوقت قاعدة لوحدي. النهاردة هتوصل رئيفة هانم قليني هي وجوزها. هو صحيح جوزها راجل بصباص وفلاتي، لكن هي ست تتحط على الجرح يطيب. ما شاء الله، واضح إن حضرتك موسوعة. بالتالي حضرتك عارفة أسماء النزلاء والشغالين في الأوتيل أكتر من أصحاب الأوتيل نفسه. يعني طيب حس كده بقى، أنا حابب أتكلم مع حضرتك كلمتين. حاسب يعني لا تقع. تخافي عليا ولا ايه؟ اتأخرت ليه عليا امبارح؟ قلقتني عليك. بجد؟ بجد ايه؟ بجد قلقتي عليا؟ اكيد قلقت عليك يعني. رايح تقتحم بيت واحد مقتول وانا اللي مدياك العنوان. ايوه بس لو كانوا هيشنقوني ما كنتش هجيب سيرتك في التحقيق. بعد الشر عليك، مفيش مشكلة. عارفة نفسي فين؟ نفسي اطمن على اختي.
واخدك واخدها في مركب زي دول. المركب دي بقى تفضل ماشيه بينا ماشيه بينا، مش مهم رايحه فين، بس المهم انها تمشي. تضحكي؟ عارف انت بتتكلم زي مين؟ زي بتوع الافلام. عارف مين برضه عنده حكايه زي بتاعت الافلام كده؟ ستي لازم اخلي في خيالي. بس انا كمان اعرف واحد عنده حكايه زي بتاعت الافلام. مين؟ اسمه علي صلاح عبد الكريم. ده واحد راح يدور على اخته في اسوان، وهناك بقى قابل احلى واكثر واجمل واحده في الدنيا، مع انه كان عارف ان نجوم السماء اقرب له، كان في بينه وبينها الف حاجز ما قدرش يبعد عنها، كل ما كان بيحاول كل ما بيتشد ليها اكتر. تعرف انا اتفرجت على الخروج؟ اقول لك بيخلص ازاي؟ يا ريت. بيروح لها وبيعترف لها، بتقول له ان هي كمان بتحبه، ومن غير ما تعرف انت ولا ازاي. نزلي هانم. صباح الخير. صباح. هو انت كنت رايحه المخبأ ولا انت ماشيه منه ولا ايه؟ هو انت عشان عرفته بقيت شريك فيه ولازم اقول لك انا باجي وبمشي امتى منه؟ لا خالص العفو، بس انا عشان جيت ما لقيتش حضرتك امبارح ودورت عليكي وما شفتكيش. يعني ايه ما شفتنيش؟ لا انت شفتني. قصدي يعني ما اتكلمتش مع حضرتك فاعتبر ما شفتكيش، وانا كنت عايز احكي لك ان انا رايح دلوقتي عند الصف. انا ما يخصنيش انت تروح فين في وقتك الشخصي يا علي. انا كل اللي يخصني الكام يوم اللي انت طلبتهم مني، ويا ريت ما تطمعش في اي حاجه اكتر من كده عشان الموضوع ابتدى يبقى خطر. لا يخصك ويمكن يهمك كمان، لان انا طالع دلوقتي على الصخ شريف ومعايا الدليل بتاع هدوم ضحى اللي محروقه واللي كان بيحاول يحرقها مراد بيه. يعني انت كدبت عليا وقلت لي ان انت رايح عند ماهر ورحت انت حكيت كل حاجه للبوليس. لا انا ما كدبتش على حضرتك في حاجه، انا فعلا رحت عند ماهر وحد ضربني على نفوخي اغمى عليا، لقيت الصخ شريف هو اللي بيصحيني وخدني على الاسم وبيقول لي بالمنظر ده بقيت انت المتهم الاول، فكان لازم اوديله الدليل اللي معايا، الهدوم بتاع الضحى اللي كان بيحرقها مراد. الدليل على ايه؟ على ان مراد ابن عمي هو اللي قتلها؟ لا الدليل ان هو ليه علاقه بموضوع ضحى، وفي حاجات انا مش قادر اعرفها منه فجبت له اللي يعرفها. طب ما هو مراد حكالي وانا قلت لك وانت عرفت ان الكلام ده كله صح. ما تاخذنيش يعني. مراد بيه ممكن يحكي لك على اي حاجه بس عمره ما يحكي لك عن علاقته بضحى. لا انت اللي ما تاخذنيش يا علي. ضحى اختك كانت ممكن تبقى في علاقه مع مراد بس في دماغها. ولعلمك مراد حكالي ان وقت ما انا كنت مسافر ان هو كان عنده علاقات طياري كده ونزوات. بس عمره ما حب واحده غيري. وطبيعي ان ضحى اختك تبقى عايزه واحد زي مراد اللي هو بالنسبه لها امل هيكون يحبها.
دي هدومها يا فندم، عليها اثار الدم والحرق، وادي اسمها مكتوب اهو. لو كانوا مشوها زي ما بيقولوا كانوا خدوا منها الهدوم وكانوا شالوا الاسم وحطوا اسم حد تاني زي ما بيعملوا. ياه، ده انت عندك حاسه بلوصيه بقى. لا يا فندم العفو، بس انا نفسي حضرتك تصدقني عشان تساعدني. اصدقك ازاي وانت امبارح فؤاد والنهارده علي ويعلم بكره تبقى ايه؟ ورحمه امي يا فندم، انا علي. انا اسف، بس حضرتك مقدر طبعا ان انا ماسك هدوم عليها دم اختي، وانا يعني عايز اخد حقها. ايه عايزني اخد بطارها؟ انا عارف ان الطارق اخر وحش، وعشان كده جيت لسعادتك. لا، مش انت اللي جيت لي، انا اللي جبتك واكتشفت حقيقتك بالصدفه، ولولا الصدفه دي كنت زماني بتعامل معاك على انك فؤاد. طب انت كنت عايز نعمل ايه يا فندم؟ يعني دول اكابر برضو واحنا ولا حاجه. تاني محسوبيات يا علي، هو انت ايه ما بتثقش فيا؟ العفو، انا تحت امر حضرتك. ما دام بتقرا يبقى بتكتب. اقعد يا علي. امضي لي هنا. هتقرا ورايا ولا ايه؟ لقيت الهدوم فين؟ الهدوم ساعتك انا لقيتها في المحرقه اللي ورا اللوكانت. يعني المحرقه مش جوه الاوتيل؟ لا هي مش جوه طبعا، بس هي تبع الفندق، يعني مفيش حد غير الناس اللي الفندق يستعملها. وايه اللي وداك هناك؟ عادي، انا كنت في الساعه بتاعت الراحه بتاعتي، يعني كنت بتمشى فشفت هدوم بتتحرق، فقلت يمكن حد بيحرقها بالغلط فالحقها. يعني مش غريبة الصدفة دي شوية؟ والله يا فندم الغريب بجد إن كل ده يحصل لما أجي وأسأل على ضحى. طيب بما إنك لحقت الهدوم أول ما تتحرق، معنى كده إنك كنت قريب جدا من اللي حرقها، يعني في احتمال إنك تكون شفت وشه.